نجدد لكم تحية أعزائي المستمعين المشاهدين متابعي الرابع والناس من إذاعة وتلفزيون الإمارات العربية المتحدة من عجمان العلم وجمع 7.8 ونرحب بمكالماتكم على 600551610 ورسائلكم نصير قصير للسمس نستقبل على 7009 وعندنا سؤال طبعا من القيادة العامة لشرطة دبي شرطة عجمان عفوا إدارة المرور والدوريات في أي عام تم تثبيت أول إشارة مرور في العالم هل 1919 أم 20 أم 21 طبعا يتنع إجابات ومعظم الإجابات تقريبا صحيحة زين نأخذ شوية رسائل عادة بتتخربط الرسائل الحين زين عطني 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 ألو السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذة وداد وتا من هيئة تنمية المجتمع في دبي كيف حالك يا مرحبا بك يا أم محمد الله يبارك فيك الله يسلمك كيف حالك كيف حال علي وكيف حال المستمعين الحمد لله كلهم بخير كلكم بخير الله يسلمك هاي الإجابة طلعت بالغش ولا طلعت صح أي إجابة أول إشارة مرور لا سؤال هذا إذا أدري يعني هم جاوبوا صح يعني ها جاوبوا صح بالغش ولا بهذا يعني ما أدري أنا ما غششت بين الصدق يعني أنا ما غششت ما أدري أنا ما غششت بغيتهم يدورون شوي يشغلون مخهم يمكن عيال دخلوا على الإنترنت وطلعوا العم جوجل ما يقصر الله يعطيكم العافية يعافيك الله يبارك فيك بيوسف عندي مسألة بغيت أكلمكم فيها نعم وأتمنى يعني إن شاء الله إن شاء الله تسمعني شوي بإذن يعني تستوعب حديثي لأن في بعض الشيء من حديثي يمكن يجرح البعض لكن إن شاء الله فيها الخير بالنسبة للمقبلين على الزواج أي شخص مقبل على الزواج يطالب من قبل المحاكم طبعا من قضاء ومأذونين شرعيين بضرورة أن يتم الفحص الطبي قبل الزواج حلو. فما يتم العقد إلا بوجود الفحص الطبي الفحص الطبي هذا طبعا يتحدد فيه الأمور اللي هي الخاصة سواء كان الفحص الطبي خاص بالسكر بالتراسيميا بالإيدز مثل ما نقول التهاب الكبد هاي الأشياء الأمراض اللي هي تقريبا يعني يخاف منها كل إنسان وما يتمنى أن يكون يعني بيته يبنى كزوج وزوجة ينجبون أطفال مثلا يعانون من مرض التراسيميا أو ينجبون أطفال قد يعاني الطفل انتقال إيدز من أب وأم من أب إلى أم من أم وأب لمثل هذه الأشياء فسبحان الله كنت قبل تقريبا ما يقارب صدق 13 سنة أيام ما كنت أنا في المحاكم يمكن على السنة الثانية من وجودي في المحكمة أو السنة الثالثة من وجودي في المحكمة أتتني حالة من الحالات الحالة اللي زوجة تزوجت ومر على زواجها 6 سنوات الزوجة هاي أتتني خلاص تقول لي أستاذة أنا أبغي طلاقي من هالريال قلت له ليش قالت لي أستاذة أنا تدرين تحملت أول شيء نظرته اللي زادت عن سنة ونص أنك أنت إنسانة يعني عفوا يعني مثل ما تقول ما تحملين أنت عاقر ما تحملين انزين رديت تقول قلت له انزين ما علي انا سرت الدكتوره وفحصت وقالوا لي ما عندك اي مشكله قال لا انت ما بتحملين انا اشوفك هالشيء لانك لو بتحملين كان حملتي من اول شهر ثاني شهر ثالث شهر تحملت تقول اسئله اهلي حملتي ما حملتي اذا شو السبب سير الدكتوره تقول قلت لهم سرت دكتوره نسائيه وعدت مش دكتوره اولى ولا ثانيه يعني من دكتوره الى اخرى وكلهم يقولوا لي ما عندك مشكله فتستفدت تكون نظرتهم لي فيها شيء من يعني تعرف من الدونيه او من التقصير او من التجريم او غير تحميل الذنب حملوا هالذنب ما حملوا ابنهم توصل عقب هالأمر بعد مجتمع ذكوري ترى أستاذ وداد سب وشتم والله أبوي يبغي يحمل حفيدة اسمه والله أمه بعد تبع حفيدته تحمل اسمها وتم بدأ شوي تجريح وبدأ تقول انتقاص وبعدين السب وصل السب والشتم منه مدة 6 سنوات وقلت لي أخي أنا اللي علي سويته أنا باقي أنك أنت تسير قال أنا ريال أنا ما يعيبني شيء أنا شو اللي فيه قال بعدنا عندنا ناس بهالعقليات أم محمد والله هذا قبل تصدق 13 يعني 13-14 سنة قبل 13-14 سنة نعم فبدأ تقول يستخدم إيده بدأ يضربني
يضربني ويطردني من البيت، وتحملت يعني كل هذا الألم من سب وشتم وضرب وإضافة للتجريح السابق تكون الذي يعني ظل مستمر معايا. آخر شيء قلت حق أمها تقول الله يخليك إذا أنت تشوفيني أنا مقصرة تعالي معاي، سبت الدكتورة قالت له ما أنت أي عيب ما عنده أي مشكلة خلوا ولدكم يصير يفحص. يوم ظهر ولدهم هو العقيل. فنحن أتذكر صار اجتماع عندنا بيننا وبين صندوق الزواج تقريبا يعني من يعني في 2003 تقريبا من بعد يعني تولي الوظيفة موجهة أسرية على أساس أن ندرج في الفحص الطبي يعني النظر في هذه المسألة اللي هي اللي هو عقم الزوج ويعني وعدم عقمه يعني. ومرت الأيام ما تم هالشيء سبحان الله ولا صار. أنا اليوم في نفس هالمكان وفي نفس هالوظيفة ما زلت أنا اليوم أتكلم عن أمور أخرى استجدت من أجل أن ندخلها في الفحص الطبي. بالأمس القريب صار يمكن تقريبا مدة 10 أيام ونستعيد صراحة أنقلها الصورة لأني بعد مهما كان أكون مستشارة وسرية وأمثل هيئة كبيرة من الهيئات القائمة في الدولة وهيئة يعني أسرية اجتماعية طبعا. فاتصلت واحدة من الأخوات وقالت لي أنا أستاذة مر على زواجي ما يقارب الآن 2 شهر. أنا مثل ما علموني أهلي ومثل ما وصوني ومثل ما قريت ومثل ما سمعت أنا أقبلت على هالزوج. صح أني أنا ما كان عندي تقول يعني مسبق خطبة طويلة، لا ما عندي، تمت الخطبة خطبة تقليدية ولا شفت غير مرة اللي هي النظرة الشرعية فقط. نعم. الملكة صارت قبل الزواج بيومين أو 3 أيام، تم الفرح والسفر، تجملت تطيبت خرجت إلى هذا الشاب أو إلى هذا الرجل اللي هو زوجي، بس كنت أبتغي منه ينظر لي، صد عني وقال لي مضبوط. رجعت تقول المرة الثانية قلت له يعني أنا زوجتك وأنت زوجي وإحنا حلال لبعض، يعني هي بنفسها تعرض نفسها، يقول له أنا أشوف الظرف مناسب الحين. تقول رديت المرة الثالثة، مر علينا 1 شهر عسلنا بهالصورة، مر علينا رجعنا من شهر العسل، ظلينا لمدة 1 شهر مع بعض في غرفة واحدة، تقولوا لي تحجج لي مو بظرفة الحين، الظرف مو مناسب، الوقت مو مناسب، وضعي مش مرتاح، أجد أن هذا الأمر يحتاج إلى نفسية مرتاحة. أنت الإنسان المثقف المتعلم، أيوة تترد على زوجة مثقفة ومتعلمة ما شاء الله يمكن تعمل حتى أعلى عن شهادتك، شو هو الظرف، شو هو الوقت، شو هو الحال، شو هو الوضع، والمدة 2 شهر أو ما يقارب 2 شهر وشوية. بعدها سبحان الله تقول أنا يعني اضطريت أني أنا أكلمك لأني أنا محتاجة أبقى أفهم. فهني أنا ما زلت أقول للأسر الله يبارك فيكم، إذا عندكم ابن ما طلب الزواج لا تزوجونه بالغصب، عندكم بنت ما تبتغي الزواج لا تجبرونها على الزواج. نعم. لا من ابن عمها ولا من بنت عمه ولا من ابن خاله ولا من بنت خاله، ليش يعني؟ زين. لا تجبرهم إلا الراغب في الزواج. أم محمد الحين شو؟ لأن في بعض الأولاد. شو اقتراحك الحين أم محمد؟ أنا أبغي الفحص الطبي يكون فحص طبي كامل. زين. كامل. زين أم محمد اسمحي لي بس أسألك سؤال بحكم أنك أنت أدرى مني أنا. لحظة أبو يوسف بس. يكون شامل كامل، يعني أنت الآن كدكتور لازم تفحص فحص تام على الولد وفحص تام على البنت، حتى غشاء بكارة البنت لازم يتم فحصه من قبل الدكتورة النسائية على أساس أن باشر لو تم الزواج ما يأتيني عقب أسبوع الشاب رد البنت البيت أهلها من شهر العسل يقول هاي مش منت. زي أم محمد شوية بس الله يخليك. أنت معرفة بال لا 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 شوفي أنا 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 أنا, أنا أوعدك يودي هذا على الهواء يودي خذيها منك. باكر أنت فاضية؟ باكر أنا فاضي؟ انزل. يعني ما فهمت. لا باكر الثلاثة هي فاضي خلاص توكلي على الله. باكر بنتكلم في هذا الموضوع
في برنامج بدون عنوان على راحتك. انت ليش تهون على الموضوع بدون عنوان؟ تدري بدون عنوان؟ لا لا لا، مش هون مش هون، لان الموضوع محتاج ان نحن نناقشه من جميع اطرافه، لانه هو يتعارض. حتى لو تلاحظين ان هذا الموضوع يتعارض مع موضوع اخر، اللي ذكرني في الموضوع هذا يمكن اسبوع اللي طاف المحامي والدكتور يوسف الشريف طرح موضوع وقوع الطلاق لضرر. فالحين من ضمن القضايا اللي طرحها او الحالات اللي طرحها، وحده كانت متزوجه وعايشين في حب وفي سلام وفي وئام، ويابت من الريال هذا بنت وكذا، ما ادري كم سنه، يمكن تقريبا 4-5-6 سنوات تقريبا عايشين يا بعض. فجاه يقول الريال هذا شاف زوجته، شاف البنت تزاعق، يوم دش غرفه النوم شاف الزوجه طايحه على الارض وعسكم الله تزبد طالع زباد مثل من حلجة. عقب يوم ودى السمون، يوم طبعا اتصل في الاسعاف وهذا، فاكتشف ان الزوجه مصابه بالصرع. فهذا هنا يقول من هاك اليوم كرهتها، وكرهت حتى اني كاره كل لقمه كلتها مني طول فتره زواجنا، لانها غشتني. فالموضوع فعلا مش موضوع بسيط يا طويله العمر، لان باكر الزوج هذا انت بيوسف. نعم بيوسف، انا ادري انك انت يمكن تحب ان احنا نكون على المده ساعتين وفي توقيت يناسب هذا الكلام، لان الحين انا عندي شوي الوقت يمكن بيوسف. ما يناسب، احنا اذا احنا بنتكلم مع دوائر مؤسسات صحيه وهيئات لازم نكلمهم هالوقت بيوسف، لان في بعض الشباب والشابات عندهم ملفات حتى في المستشفيات النفسيه، عقب ما تتزوجها او يتزوجها تكتشف انه هو يستخدم حبوب مهدئه، وهو يكتشف ان هي تستخدم حبوب مهدئه. زي هذا سؤالي انا، هل الطلاق لضرر ممكن يدخل هذا الموضوع في المساله؟ ممكن، لانه هني صار في تدليس. ايوه هذا هو، فنحن لازم فلذلك ليش نحن ما نوسع الفحص شويه اكثر ونخليه شامل لكل شيء وتكون في مصداقيه في المساله. لازم نفحص، حتى يعني الدكتور المسؤول عن فحص الزواج للرجل لازم يفحصه فحص كامل، حتى اللي عنده ضعف جنسي، ترى الضعف الجنسي له أسبابه، ممكن دوالي، ممكن تكلس البروستات، في أسباب، لازم يفحصون فحص شامل، بدل ما تقع البنت سبحان الله تقول أنا أستاذة تفاجأت أن عنده ضعف جنسي، زي أقول له ماما الضعف الجنسي مش مشكلة، الضعف الجنسي يتعالج بالحبوب، يعني ممكن يتعالج بعملية مو مشكلة، بس انت صبري، تقولي لا هذا تدليس، كيف يكتبون علي؟ فهني احنا نحمل منو؟ نحمل القاضي، ولا نحمل الطبيب ولا الطبيبة، ولا نحمل البنت نفسها ولا الولد؟ ولا هذيل الشاذين بعد من الأولاد ولا المسترجلات من البنات؟ نحمل منو؟ يعني الحين الطبيب مو بأعرف بالولد الشاذ؟ نعم. إذا حتى هو حتى يوسف ما عليه لا حياء في الدين، يعني أنا لا الدين كله حياء، اسمحي لي أم محمد، لا حرج في الدين ولا حياء في العلم. نعم هي يعني هذا علم، حتى يعني سبحان الله، يعني كثير من الشباب، أنا ما أقول يعني بعضهم رافض الزواج كونه شاذ، أو بعضهم رافض الزواج كونه عقيم، أو بعضهم رافض الزواج كونه ضعيف جنسيا، يا أخي ساعات بعض الأعضاء الذكورية تكون ضامرة جدا لدرجة أنه يتحرج، فلا يجبرون الأهل على الزواج، لما يجبرون أرجو أن الطبيب المختص في فحص الزواج يفحص هالأجهزة. زي الحين هو مش مفروض يكون ريال يعني ويقول حق أهله أني أنا ما أقدر أتزوج؟ ريال مين الحين من الشباب يقول؟ أنتم ما تدرون كيف تمر علينا الحالات، لأنكم أنتم مش معانا في الوضع هذا. فنحن يعني إحنا نطالب، أنا أطالب عني، خلها توصل إن شاء الله المشارق الأرض ومغاربها، من أجل حقوق الإنسان هذا اللي هو من ذكر وأنثى. أنا أطالب بحق الإنسان الذكر وبحق الإنسان الأنثى، أن الفحص الطبي قبل الزواج لازم ما يشمل فقط الأمراض اللي إحنا نخاف منها، من إيدز ومن تلاسيميا ومن سيلان ومن التهاب كبد وما شابه، لازم يشمل فحص الطبي جسم الإنسان كامل. زي أم محمد، بحكم معرفتك، هل في فحوصات مثل هذه تجرى في دول أخرى؟ تجرى في دول أخرى، تجرى في دول أخرى، بس عندنا إحنا ما تجرى. ليش ما تجرى؟ أنا ما أعرف. ما هو أنت تأخذون أصلاً فحص الطبي 3 أيام لين طلعوا نتائج، يا أخي تشوفوا الشخص هذا عندكم كمبيوترات. زين بالله عليك ليش ما يقيسونها أن فيها ضرر كبير؟ يعني أنا باكر أبو يوسف تصدق أنا هالأمراض النفسية كثير من بقول لك حالة من الحالات، عندي حالة من الحالات البنت تم تزويجها من شخص ما
الشخص هذا ما قصر أبدا في زواجه. زين وسافر معاها البنت كانت زينة خيرة طيبة ما عندها أي مشكلة. حملت من ثاني شهر من حملت صارت عند الدكتورة. الدكتورة قالت لها أنت حامل الحبوب اللي تأخذينها من هذا المستشفى الحكومي لازم ما تأخذينها لأن هاي بتشوه الجنين. فقالت إن شاء الله ها من ثاني شهر من سنة من السنة الأولى للزواج. فالبنت من أول ما امتنعت عن الحبوب يعني ما خففت للدكتورة خوفا على الجنين فخلت تمول تمتنع تام. أصبحت لا خلت زوج ما ضربته لا خلت عمه ما ضربته لا خلت عم ما ضربته لا خلت خوات إخوان. فقال لهم شو بلاها ما عارف شو بلاها زوجتي. قالوا لا خلى عندنا احنا إن شاء الله بنشوفه وبنشوف وضعها وبنعالجها وشي. ما خبروه حتى أن هي أصلاً كانت تستخدم حبوب نفسية سواء كانت مال اكتئاب أو حبوب حتى صرع ما شابه مثل ما قال يوسف الشريف يعني مثل هالأشياء. فسبحان الله تم تدري لين ربت عند أهلها بأدوية معينة لين ربت. يوم ربت سبحان أكثر وقتها كانت في نوم ربت وظلت الطفلة في حضانتها. ظلت الطفل بحضانته تقريبا 4 سنوات 5 سنوات. يعني الريال قال استاذ الله يخليك ابوي اخذ بنتي عندي. انا ما احس ان حتى لو كانت امها يعني تقدر ان تتحمل مسؤوليتها بس انا احس اني انا بنتي محتاجتني امها تعبانه طول وقتها نايمه. ففعلا تصدق ارفقنا سرت طرشت على المستشفى وصار ياب التقارير الخاصة بها ورفعناها على المحكمة وبسم الله ما شاء الله خذ الحكم وقال حق الأم واليد متى ما تبون تعالوا خذوها شوفوها عندكم في البيت وردوها. طيب هذا خذ من عمر البنت كم سنة 3 سنوات 3 سنوات ونص. فيعني الواحد صعب أن يشوف أمه شي طايح ما يعني لا علمتها ولا وجهتها ولا رعدتها ولا اهتمت فيها ولا شربت تحليبها ولا شيء. فنحن لازم يا أبو يوسف الفحص الطبي يشمل كل شيء نفسية هالإنسان أعصاب هالإنسان الأمراض اللي عنده في جسمه حتى أقول لك جلده شلونه لازم يسجل أن عند هذا الإنسان حساسية في الجلد حساسية أكزيمة في الجلد يسجل الطبيب من قبل الطبيب أكزيمة في الجلد عنده بهاق عنده برص لازم يتسجل. زين أم محمد ما تعتقدين بعد أحد الحلول اللي موجودة أن الواحد يوقع على نفسه أنه هو مش مصاب بأي مرض أو لم يجرى له مثلا أي عمليات تجميل وغيره من هالأمور هذه تعهد يعني من إقرار إن صح التعبير؟ هم والله هذا الشيء لازم يكون من أهل الزوجة من أهل الزوجة هيه. يعني لا بس إذا شوفي أنت 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 أدرى مني أنا أم محمد إذا أنا كزوج مثلا بطلب من زوجتي هالشيء أو هي كزوجة مثلا بتطلب من الزوج أو الأهل بيطلبون شوي فيها صعوبة لكن إذا في كان كان في أمر معمم من قبل القضاء أو جهة مختصة هذا إذا أمر هي خلاص والله انك انت ما سويت لانه واحد بعض من ضمن القصص اللي ذكرها الدكتور يوسف يقول واحد ماخذ وحده بعد وجميله وكل شيء وخشمه حلو وهذا فالمهم يقول يا الولد الاولاني خشمه غير زين يقول قلنا يمكن طالع على ابوه هي والله انت تسمعي الحين الولد الثاني يقول خشمه بعد قلنا يمكن مثل عمه الولد الثالث اخر شيء يقول اكتشفت انه هي مسويه عمليه تجميل في خشمها فالخشم هذا اللي مسويته انه ما بخشمها الاصلي مسوي عمليه تجميل يقول عقب ما يا المولود الثالث خبرتني فهني يقول في تدليس بعد وفي غش اللي لازم يعني لازم فيه الاشخاص يكونوا واضحين. هذا الشيء احنا نشوفه في بعض الدول العربيه اقول لك ما شاء الله ترى هي لو المصداقيه كانت موجوده من قبل كان نحن ما دشينا في المشاكل فما دام انه ما في مصداقيه بينهم احنا نحط يعني تعهد احنا نحط المفروض نحط تعهد سليم يعني ذهب يعني وهي تقول انا ذهب شوي ممكن تحصلها فيها صعوبه في المجتمع بس الفحص هو يقول انا ما اخذ مثلا انا ما اخذ ادويه نفسيه أنا ما عندي صرع أنا خالي من الأمراض هذا يكون تعهد إقرار باكر لأن إذا رفع لا الله يسلمك بيوسف إذا تم الفحص الطبي لا إلى جانب الفحص إلى جانب الفحص لا الفحص الطبي يبين لك كل شيء صدقني الطبيب المختص يعرف كل شيء يقدر يكتب كل شيء عن هذا الشخص يقدر بطريقة تحاور معاه يعرف حتى إذا كان ياخذ حبوب مهدئة ولا مخدرة ولا شو يقدر حتى لو كان يعني هو بنفسه يستطيع أن يعرف إذا كان يشرب ولا لا فنحن يعني يدخن يعني نبو إحنا الحين أمهات نعرف الابن اللي يدخن من الابن اللي ما يدخن نعرف
فكيف هالشيء؟ فهاي الأشياء والله أمانة في أعناق الأطباء، سواء كانت البنت في عنق الطبيبة ولا سواء كان الولد في عنق الطبيب، وهذا في أعناق الهيئات والمؤسسات. زين أم محمد، على أساس أني بطلع فاصل وقلت لك الموضوع الله كبير، فنتداوله باكر إن شاء الله. لا تداوله مع طبيب مختص. خلاص توكلي على الله، شوفي لي أنت منو الشخص المناسب بندخله ويانا في الهواء بنستشيره كذلك. أنا الآلام اللي يعيشونها بعض الحريم. زين. والآلام اللي يعيشونها بعض الشباب يعني. ممتاز. وكذلك مبارك لك حصولك على المرتبة 67 ولا أنا غلطان ولا 76 في الأقوى 100 شخصية. مؤثرة. الله يبارك في حياتك إن شاء الله. مبروك عليك. هاي السنة الرابعة على التوالي. ما شاء الله. تستاهلين يا أم محمد، الله يوفقك إن شاء الله. خلاص على الموعد باكر إن شاء الله في برنامج نبض الحمام من الساعة 10 إن شاء الله. ما نقدر نوعد لأن الوقت صراحة متأخر، يا أما تغيرون الموعد يا أما بلا. والله عاد شو نسوي، هذا الوقت المتاح. الله يحفظك يا طويلة العمر، حياتي الله يا محمد. طبعا كانت معنا أستاذة وداد لوتاه من هيئة تنمية المجتمع من دبي، كانت تتكلم عن اللي هو الفحص الطبي اللي هو قبل الزواج وما تترتب عليه من آثار سلبية طبعا. زين في عجالة بس قبل الأخبار ناخذ هذا الخبر اللي هو ما رأيك في عمليات تجميل. طبعا في واحد يقول لا أؤيد عمليات التجميل للرجال إلا في حالة وجود عيوب خلقية أو تشوه المنظر الخارجي. واحد يقول لا أجد ضرورة لإجراء عمليات تجميل للرجل إلا في حال نصح الأطباء بإجرائها. واحد يقول بعض الرجال في حاجة إلى عمليات تجميل خصوصا في حالة كانت هناك ضرورة صحية. التجميل موضة العصر، وأعتقد أنه ليس عيبا في حال وجود ضرورة طبية. طبعا هذا أكبر واحد فيهم تقريبا اللي يقول كذا. وبعد يقول من حق الرجل إجراء عمليات التجميل لإزالة ما يزعجهم في شكلهم الخارجي من عيوب. بعد أنا ما أدري قريت في أحد الدراسات أن الرجال يقبلون على الدكاترة أو أطباء التجميل أكثر من النساء، هاي في أحد النسب الإحصائيات. إذن نأخذ هذا الفاصل ورجعت واصل.